اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي واحد من المدربين المميزين جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وما شاء الله دايما كل سنه بيحقق البطولات، مش عايزين نحسده. هو ما شاء الله ماشي دلوقتي اول بطوله دوري الجمهوريه 2007، المدير الفني الكوف الكابتن اسامه زكي. تحياتي ليك يا كابتن اسامه. حبيبي يا كابتن سعيد اني موجود في القناه وموجود مع حضرتك. دايما وشنا حلو عليك. اه طبعا يا كابتن الحمد لله. السنه اللي فاتت كنت معانا، السنه اللي فاتت كنت مع فريق 2007 برضو ولا كنت 2007؟ اللي قبليها 2008 و2006 كان في نفس السنه. خدنا البطوله، خدنا البطولتين برضو الحمد لله. والسنه اللي فاتت 2007 خدنا البطوله بفضل الله يعني. والسنه دي الحمد لله ماشيين اول برضو، ربنا يكرم ان شاء الله وناخد البطوله باذن الله. طب قول لي بقى، طمنا على فريق 2007، ما شاء الله محققين نتائج رائعه والله الحمد لله. مباريات كبيره السنه اللي فاتت كسبتوا الزمالك في ملعب الزمالك 4 وفي ملعب مدينه نصر 4، ونفس الكلام السنه دي بيتكرر، بتكسب نادي الزمالك في ملعب الناشئين في مدينه نصر 2-1، وبتحقق نفس النتيجه 2-1 برضه في ملاعب 100 عقبه. والله الحمد لله، احنا السنه دي السنه اللي فاتت خدنا البطوله كان بجداره الحمد لله رب العالمين، مع ان كان المنافسه كانت قويه جدا مع نادي الاتحاد الاسكندري. كان ماشيين فرق بوينت. امام محمدين كان عامل قطاع ناشئين قوي. كان عامل قطاع ناشئين الكابتن امام قطاع ناشئين محترم في نادي الاتحاد الاسكندري. والحمد لله يعني احنا طول الموسم يمكن كان فرق نقطه بيننا وبين الاتحاد الاسكندري. اخر ماتشين ثلاثه بس هي اللي فرقنا الحمد لله رب العالمين. كسبنا نادي الزمالك عندنا في النادي الاهلي 4 وفي نادي الزمالك 4 بنفس النتيجه. فكانت نتيجه كبيره قوي يعني، بدانا في الزمالك الاول 4-0. وبعدين في النادي الاهلي كان في رمضان برضو 4-0. السنه دي الحمد لله رب العالمين بدانا برضو بالزمالك 2-1 عندنا في النادي الاهلي، وفي الزمالك الماتش الاخير كان من اسبوعين صح؟ كان من اسبوعين كسبنا 2-1 برضو يعني. عملنا كان برضو كان هيبقى هيفي سكور لولا برضو الحكام برضو دخلوا فرقه الزمالك في الماتش. فرقه طبعا محترمه اتحسنت على السنه اللي فاتت، بس احنا كنا راكبين الماتش من اول اللقاء. طب طمني بقى على المواهب، الناس عايزه تعرف دلوقتي، بدأت الناس تعرف اللعيبة أحمد الشيخ، محمد عبد الفتاح، تاحة، بدأت تعرف وتحفظ أسماء لعيبة، بقت بتسجل وبتعلم، وبدأنا نعرض الأهداف بتاعة 2007 في قناة الأهلي، فبدأت الناس تحفظ كمان. والله فرقة 2007 أنا والي الفريق الأول يعني، يمكن كان آخر ماتش عندنا فيوتشر كسبنا 5 في فيوتشر 5-1. وفيوتشر عامل قطاع ناشئين السنة دي قوي. طبعا الكابتن عادل مصطفى عامل قطاع قوي وقطاع محترم. بس قدرنا نتغلب عليهم 5-1 كان في فيوتشر. فقالوا لي ان الفرقه مميزه، بس هي ما فيش لعيب تقدر تقول ان هو مميز. الفرقه بتلعب كوره جماعيه، في سيستم معين بتلعب بيه، ما بتعتمدش على واحد، ما بتعتمدش على واحد يعني. كان تاحه هداف الفريق، ما كانش بيلعب الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه، وبالرغم من كده كسبنا هيفي سكور كويس الحمد لله رب العالمين. فانا ما بعتمدش على 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 لعيب او على قدرات فرديه بتاعت لعيب معين، احنا بنعتمد على سيستم معين، كره جماعيه، اداء جماعي في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه. فالحمد لله رب العالمين الفرقه ماشيه بشكل كويس. مش عايز اتكلم على اسماء عشان اللعيبه دي في سن صعبه جدا يعني، سن 15 سنه ده سن صعب جدا. لما باجي اتكلم على لعيبه معينه، في لعيبه بتزعل وفي لعيبه لما بتكلم عليها بتبدا تريح شويه. طبعا الازمن الشيطان يحدثها شويه انها اللعيبه يعني، فلازم الحته النفسيه برضه عاملهم كويس، زائد ان انا ما ادهمش ثقه زياده على اللزوم. الحمد لله الفرقه السنه اللي فاتت يعني الفرقه دي كانت اتصفت، كانت 62 لعيب، دلوقتي بقوا 20 لعيب. اضفنا السنه دي جبنا لعيب سترايكر محمد اشرف. اختبارات ولا كان من 1400 لعيب ما شاء الله جبنا محمد اشرف دوت. وجبنا طبعا ياسين عاطف برده بيلعب هاف طرف وسترايكر، لعيب كويس قوي. واضافات السنه اللي فاتت جبنا مصطفى بهجت، برده كانت اضافه قويه جدا. كويس قوي مصطفى بهجت، يمكن كان جاب هاتريك في الزمالك. لعيب كويس. ده المباراه اللي كانت في الزمالك في عقبه. اول مباراه 4. لعيب كويس جدا. فاحنا بنجيب لعيب مميز للنادي الاهلي. في لعيبه كويسه كتير، بس انا عايز لعيب مش كويس، عايز لعيب كويس قوي للنادي الاهلي. لعيب يبقى مميز. فمن الثلاث لعيبه دول هم يمكن من سنتين انا ماسك الفرقه. في الاختبارات وانت بتنزل يا كابتن اسامه، بتشوف اللعيب بتقارنه بالمستوى اللي عندك، ولا بتشوف اللعيب الاعلى، ولا بتشوف ممكن يبقى قريب فلو الولد ده خد الشغل عندي يتطور؟ في البدايات طبعا بشوف المميز قدامي. يعني بقارن باللي قدامي. اللي عندك. لا باللي قدامي. بالمميز اللي احنا فيه. احنا بنعرض لقطات دلوقتي ليكوا في 2007 بمباراه الاهلي والزمالك واحنا بنتكلم، اتفضل. بعد كده ابتدي اقارن طبعا بين اللعيب اللي باخده دوت واللعيبه اللي عندي. لازم أن يكون قريب منهم، انا مش لازم أن اللعيب يكون احسن من اللي عندي، لكن يكون قريب منه. لان هو ما خدش الشغل.
ما خدتش الشغل اللي خده اللعيب اللي عندي. فبيجي فتره معايشه، لو استوعب الشغل بسرعه بيخش جوه الفرقه زي ويس. محمد اشرف وزي ياسين عاطف كنت عايزه السنه اللي فاتت من وادي دجله والحمد لله جه. فاللعيبه دي لعيبه تعتبر لعيبه مميزه. انا شايف هنا التمرير والاستحواذ يعني شايف نفس نظام الدرجه الاولى، مفيش استعجال وفي تمريرات قصيره في مهاره عاليه. لا لا ارجعوا لي بالهدف ده تاني، عايزين ده مين اللي احرز الهدف ده؟ حازم عاشور. حازم عاشور هدف حلو قوي ده بقى زي ما بيقولوا ايه شغل مدربين. يعني كام تمريره، ارجعوا لي بس بالهدف ده الاول لو سمحت يا سمير. انا مش عايز اتكلم على فرقه 2007 كتير، بس هي من احسن فرق القطاع اللي بتلعب كوره. ابتدى من هنا نقله. طيب عشان بيظبطوا لنا الهدف هيعيدوه عشان نتكلم عليه براحتنا تاني. وفرقه 2007 من احسن فرق، يعني مش عايز اقول احسن فرقه في مصر 2007، لكن هي من واحده من احسن الفرق في مصر اللي بتادي كوره. يعني انت لما تتفرج على فرقه 2007 لو كسبان ولا ده مش عاجبك طبعا ممكن كتير. تعنف اللعيبه كتير ولا بتفرح بالمكسب ان انا كسبت النهارده 4 أو 5؟ لا 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 كتير. يعني ماتش غازي المحله كسبنا 3-1 وكنت متضايق جدا من الاداء. ماتش فيوتشر الاولاني كسبنا 2-1 وكنت زعلان جدا برضو من الاداء. فانا نادي الاهلي عايز نتيجه واداء، ودي مهمتنا في قطاع الناشئين اللي احنا زي الهاند ميد كده بنصنع لعيب للدرجه الاولى. الهدف معانا تاني. لا لا ارجعوا لي بالهدف بالتمريرات من الاول. انا عايز، لا انت راجل مخرج يعني لعيب كوره برضو، ارجع من الاهداف التمريرات هنا التحرك بيحصل. التحرك الانتشار شايف الانتشار هنا الاستلام في المساحات الضيقه التمرير ان انا بعدي وبسدد. يعني هدف من الاهداف الحلوه. طبعا يعني اللعيبه شغل الاستحواذ بنشتغله كتير طبعا اثناء التدريبات بتاعتنا. ده ابتدى من هنا الهدف. حته السويتشنج كتير من يمين لشمال وشمال يمين، دي من مبادئ اللعب عندنا. ففي سيستم معين احنا شغالين بيه. يعني الهدف ابتدى من ناحيه اليمين الاول. ناحيه اليمين وبعدين جمله اتعملت ناحيه اليمين عدت في نص الملعب. وبعدين محمد السيد. محمد السيد هيرجع تاني، هيرجع لرأفت. رأفت بيعمل الباص الطولي كويس قوي. يعني الباص اللي بيخترق، الباص اللي بيضرب بيه، بيضرب بيه 3-4 لعيبه. بص حضرتك يعني بص ضرب بيه 3 لعيبه اهو. حازم استلم في العمق، الاستلام برجله الشمال فتح له زاويه ان انا اعدي. وده اللي بيتميز بيه حازم. حازم بيستلم بالهاف تيرن اللي هي الرجل البعيده. حلو، عشان يفتح لنفسه زاويه رؤيه. يبقى في اوبن بوزيشن بالنسبه له. حازم بيعملها كويس قوي بصراحه يعني، وجاب جوان كتير السنه دي منه. شخصيه لعيب النادي الاهلي بتبقى مهمه في السن ده طبعا. بتكون انت في قطاع الناشئين. بقول لحضرتك زي اللي شغال هاند ميد، اللي شغال على المميزات بتاعه اللعيب، وفي نفس الوقت لو في عيوب بيحاول بنحاول العيوب دي نتلاشاها. فلغايه ما يوصل 16 17 سنه شكله بيبقى باين هيكمل فيرست تيم او لا. في النادي الاهلي بقى انا عايز اتكلم عن السياسه في قطاع الناشئين. النادي الاهلي موفر كل الامكانيات يا كابتن حسام. طبعا من كابتن الخطيب ومجلس الاداره موفر كل الامكانيات لقطاع الناشئين، سواء امكانيات ماديه او حتى من ملابس او حتى من ملاعب. شايف الملعب ما شاء الله عامل ازاي؟ ملعب عالمي. طبعا احنا بنفرح لما بنلعب عندنا في النادي الاهلي. يعني احنا لعبنا فاركو الارض سيئه جدا. دي بنواجه صعوبه. يعني حتى في تطبيق الاستحواذ والكره على الارض بيبقى في صعوبه كبيره جدا. لكن لما بنلعب في الملعب بتاع مدينه نصر بيبقى الشغل بتاعنا سهل اللي احنا نطبقه. مجلس الاداره، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الملابس اللي استلموها الاولاد فرحانين بيها جدا. المرتبات طبعا برضو عليت في مع اللعيبه. برضو النادي الاهلي عامل مرتبات لكل اللاعبين. الاهتمام طبعا بيهم الاولاد المغتربين. برضو حته التغذيه، برضو في دكتور للتغذيه. يعني كان عند رأفت، محمد رأفت وزيدان ناجح. كان لعبة كويسه قوي، لعيبه كويسه قوي، بس طبعا محتاج تهتم بالجانب التغذيه. اهتمينا بيهم وما شاء الله رأفت ده من احسن اللعيبه اللي في مصر في نص الملعب. لعيب يعني لعيب كبير بالرغم ان جسمه صغير لكن قوي. كويس. القياسات كمان كنا عملنا تقرير عن القياسات في بدايه الموسم والاهتمام ازاي بالقياسات، وان انا اقيس عضلات اللعيبه، ازاي اعمل عليهم كشف طبي، اشوف النواقص. برضو ده جانب مهم طبعا، بيكمل دور المدير الفني في الملعب. طبعا ده في بدايات فتره الاعداد بنعمل قياسات للعيبه كلها قبل ما نبتدي فتره الاعداد عشان نشتغل بطريقه علميه مع اللعيبه. او لما نيجي نوضع البرنامج انا والمعد البدني برضو بيبقى في الحسبان فروق فرديه بين اللعيبه.
تمام. اسمح لي نروح لفاصل، بعد الفاصل بقى هنستعرض معاك يعني جدول الترتيب بتاع بطولة دوري الجمهورية وتصدر النادي الأهلي، ونتكلم أكتر عن بطولة دوري الجمهورية بعد الفاصل مع كابتن أسامة زكي المدير الفني لفريق 2007. أهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحية بحضراتكم وبضيف الكابتن أسامة زكي المدير الفني لفريق 2007. كابتن أسامة، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن جدول الترتيب، هيكون معانا دلوقتي ما شاء الله أنتم متصدرين بطولة الدوري الجمهورية، ولسه ما زال برضه 11 مباراة، لسه عدد كبير من المباريات. اه طبعا، يعني ممكن بدأنا البطولة السنة دي كان في تعثر في البداية. طيب، وأنت بتتكلم معايا النهاردة، بتتكلم معايا دلوقتي، جدول ترتيب دوري الجمهورية مواليد 2007، الأهلي في الصدارة، لعب 23 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 3 مباريات وخسر ماتشين، النقاط 57 نقطة. يأتي في المركز الثاني إنبي، برضه عدد لعب 23 مباراة، فاز في 17، تعادل في 3 مباريات، خسر في 3، عنده 54 نقطة. الأهلي بفارق 3 نقاط عن إنبي. زد في المركز الثالث، بيراميدز في المركز الرابع، الزمالك في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، والاتحاد في المركز السادس برصيد 40 نقطة، وفاركو في المركز السابع برصيد 38 نقطة. يعني ما شاء الله، يعني تصدر كويس. يعني قول لي اكتر، ايه الماتشات اللي جايه؟ طبيعه الماتشات اللي جايه، 11 مباراه، لسه عدد كبير برضه من المباريات. طبعا احنا عندنا الماتش يوم الخميس ان شاء الله باذن الله سيراميكا عندنا في النادي الاهلي، ويوم الاثنين ان شاء الله عندنا انبي في انبي. ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده اسبوع البطوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله سيراميكا وانبي. من انت انبي في انبي في انبي. طب دي مباراه صعبه برضه. ان شاء الله باذن الله. انبي في المركز الثاني، فعنده برضه دوافع ان هو برضه ان هو يكمل في المنافسه. ان شاء الله باذن الله بالمكسب في انبي ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده هيحسم البطوله بشكل كبير. يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى اصعب المباريات في خلال ال 23 مباراه، المباراه اللي انت كنت شايل همها وعامل حسابها. والله انا كنت شايل هم فريق الاتحاد، لكن انا كسبته في الاتحاد 3 وكسبته عندنا في النادي الاهلي 3. علشان السنه اللي فاتت كان الكابتن امام حمدي طبعا كان عامل فريق محترم، فكان عامل حسابك السنه دي على الاتحاد. يعني كان هو اللي بينافس معايا السنه اللي فاتت، طبعا فرق نقطه طول الموسم. فكنت عامل حسابه بشكل كبير. انبي طبعا فرقه كبيره وفرقه محترمه. السنه دي هي اللي دخلت في المنافسه معايا، بالرغم ان كان في تعثر في بدايه الموسم عندنا في بدايه الدوري، لكن الحمد لله قدرنا نرجع ونركب الدوري الحمد لله رب العالمين. بعت لي دلوقتي زميلنا في قناه الاهلي الدكتور احمد ثابت، بقول تحياتي للكابتن اسامه زكي، بس عايز اساله اخذ كام بطوله دوري جمهوريه مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ والله حوالي 7 بطولات. 7 بطولات جمهوريه؟ مدرب عام ومدير فني. طب يعني قولهم لنا. 7 يعني 4 بطولات كنت مدرب عام مع الكابتن احمد سراج، وفي بطوله مع الكابتن 2006. وفي بطوله 2006. وفي بطوله السنه اللي فاتت 2007. والسنه دي ربنا ييسر ان شاء الله تبقى الثامنه ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. بقالك كام سنه في قطاع الناشئين يا كابتن اسامه؟ 13 سنه. ما شاء الله، انت بداتها من تحت. براعم. بدات من البراعم والحمد لله رب العالمين. يعني بوجود الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل ابتديت ابقى مسؤول كمدير فني عن 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 عن, عن فرقه من الناشئين. من اول فرقه 2006 وبعدين فرقه 2007 السنه اللي فاتت، مستمر معاهم السنه دي الحمد لله. التعامل اسهل مع البراعم ولا فرق اللي تبقى زي ما نقول اكبر شويه تلعب بطوله جمهوريه او دوري مناطق؟ والله المفروض البراعم اصعب، لان طبعا، بس هي البراعم بتبقى المواهب فيها ظاهره قوي. بس انت برضو عشان تصدر لعيب كويس لقطاع الناشئين، فدي بتبقى مهمه صعبه قوي انك في حته الانتقاء والاختيار من في البراعم عشان تصدر لعيبه كويسه في القطاع. مش اقل من 25 لعيب لازم يكون الجاب ما بينهم قليل. مفيش جاب كبير، او مثلا باك رايت ما يبقاش الجاب كده، لا لازم الاثنين يكونوا قريبين من بعض. فالصعوبه بتاعت البراعم انك انت بتطور مهاره اللعيب الصغير اللي عندك، لان الموهبه بتبقى ظاهره عنده بشكل كبير، وعشان تصدر لعيب كويس لقطاع الناشئين. طبعا الصعوبه في قطاع الناشئين في المسابقات، لانك بتلعب في ملاعب برضو الى حد ما سيئه. حته التزوير والتسنين انا مش هتكلم فيها، لان لسه برضو بتعاني منها. ما هو السنه دي برضو، واقول 2007
يعني انت بقرب على 16 سنه ممكن عنصر القوه والسرعه اكتمل. ما انا السنه اللي فاتت كنت بعاني منها والسنه دي برضو بعاني منها، بس انا طبعا انا يعني تخطيت النقطه ديت بطريقه واسلوب اللعب بتاعي. ان انا ما بديش فرصه للاحتكاك بين اللعيب اللي عندي واللعيب الخصم. بلعب الكره السريعه اللي على الارض. دي مش فارقه، بس طبعا بجد صعوبه في الاراضي السيئه. لان طبعا بعتمد على اللونج باس والسكند بول. وده مفروض في لجنه في اتحاد الكوره ولجنه مسابقات وفي هم عملوا اشعه السنه دي. لا تخرج الاول، لا تعاين الملاعب، بتكلم قبل الملاعب. الملاعب طبعا لازم تشوف الملاعب ايه اللي تناسب يتلعب عليها، الملاعب ما تلعبش عليها لازم تتشال من الجدول بتاع المباريات عشان تقدر تحافظ على ملاعب سيئه جدا. ملاعب سيئه جدا احنا بنعاني منها يعني. انت بتحافظ على المواهب الموجوده عندك. ما هو ده الهدف، وده المفروض الهدف بتاع اتحاد الكره المصري، ان هو بيعمل للمنتخبات واحنا في النادي الاهلي بنعمل عشان خاطر المنتخبات ومنتخب مصر والدوريات دي كلها عشان خاطر منتخب مصر. حقيقة. فالمفروض مراعاه الجزء حته الملاعب ديت، وحته برضه يعني التزوير والتسنين. انا مش فارقه معايا في السن ده بشكل كبير. مش فارقه معايا يعني، لو 2 3 في كل فرقه ماشي، لكن ما يبقاش 7 8. تمام. عايز اخد رايك برده في نقطه تواجد كولر الدائم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. حضر كذا مباراه لكذا فرقه، لسه ما حضرش ل 2007 لكن تواجد لمباراه لفرق اخرى. بس قبل ما اخد رايك، بنقول للكابتن محمد شرف المدير الفني لفريق 2003 الف سلامه. كابتن محمد شرف كان تعرض لوعكه صحيه، يا رب ان شاء الله يقوم بالف سلامه. كان وعكه صحيه شديده يعني، لكن الامر الحمد لله دلوقتي تحت السيطره، وهو دلوقتي الامور بخير. اتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. واحد من المديرين الفنيين المحترمين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، تم تصعيده خلال فتره سابقه برضه للدرجه الاولى. واحد من ابناء النادي الاهلي بيشتغل في قطاع الناشئين، بيطلع مواهب، بيحقق نتائج، بياخد بطولات، ومحدش بيسمع له صوت خالص، وحاجه محترمه جدا يعني زي كابتن اسامه زكي. دي حقيقه طبعا. بقول له الف سلامه، والحمد لله احنا كنا عنده امبارح. الحمد لله رب العالمين، هو بقى كويس الحمد لله يعني. طيب الحمد لله وربنا يتم شفاءه على الاقل في خير. شاف كابتن اسامه بقى خطوه تواجد كولر، حضر مباريات بدل ما يشوف المباراه في التلفزيون واحنا كنا بننقلها هنا. لا ده كان حريص انه يروح مدينه نصر، يكون موجود في الملعب، بيشوف مباريات الاهلي والزمالك على الطبيعه، ويتابع اللعيبه من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وطبعا ده بيدي دافع للعيبه يعني. لما يكون المدير الفني مستر كولر جاي يتفرج على ماتشات الناشئين وتدريبات الناشئين، فبتدي دوافع للعيبه ان هم في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله هيبقوا في الفيرست تيم في النادي الاهلي ويمثلوا النادي الاهلي. قالوا على النادي الاهلي كان بيتمرن عندنا قبل ما يسافر. قبل السفر للسعوديه. طبعا. فاللعيبه كانت فرحانه جدا باللعيبه الكبار، وكانوا بيحلموا او بيحلموا لما بيبصوا لهم ان هم هيبقوا في يوم من الايام في الفلسطين. ان شاء الله. إن شاء شفت الله. النهارده بقى بدل انت كلمتنا بقى على الدرجه الاولى كانوا بيتمرنوا مدينه نصر، شفت مباراه اسوان ازاي النهارده؟ والله انا سعيد بجمهور اسوان طبعا في البدايه. يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه، واستقبال مش بعيد عن جمهور اسوان يعني. اهل كرم واهل النوبه معروفين بصراحه يعني، وده يدل النادي الاهلي طبعا في من اسكندريه لاسوان يعني. الجماهير كانت حاجه تفرح النهارده بصراحه، والاستقبال حاجه جميله يعني. والماتش طبعا يعني النادي الاهلي في طريقه للدوري باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه 2007 عنده منتخب الجيل ده، عنده منتخب صح؟ اعتقد هيتكون شهر 3، سمعت ان هو هيتكون شهر 3 منتخب مصر 2007. طب كويس يعني. دافع كبير للعيبه تبدا تشتغل خلال الفتره الجايه بشكل افضل كمان ان شاء الله باذن الله. يمكن ال 23 لعيبه اللي معايا في 2007 يعني انا بعتبرهم افضل 23 لعيبه في مصر. لعيبه يعني متنقلين على الفرازه. لعيبه كويسه طبعا، انا مش عايز اتكلم عليهم بشكل كبير عشان الدوري لسه مخلص. لا لسه بدري. لسه بدري طبعا، بس احنا من خلال متابعتنا ليهم لا في لعيبه منوره، في محمد رأفت، في محمد عاطف، في حازم عاشور، في محمد افتاح تاحه، في مصطفى بهجت. يعني احنا بنرفع عنك الحرج واحنا بنقول يعني، لكن اللعيبه ما شاء الله مميزه. هو اللعيبه كلها مميزه اللي عندي عشان بس محدش يزعل. وانا مختارهم ومختارهم، وانا بحترم ده فيك انك ما تقولش. لا تقول الناس كلها، لا تعديش عشان محدش يزعل، لان كلهم لعيبه مميزه. حقيقة. وكلهم انا يعني يمكن اقل عدد في فرق الناشئين في النادي الاهلي 2007 يعني يمكن 23 لعيب بحراس المرمى. كويس. فانا منقيهم وانا دي وجهتي وانا اللي مختارهم. كويس. فكلهم مميزين، كلهم مميزين، لعيبه مميزه.
بس ان شاء الله يفرحونا بالبطوله السنه دي ان شاء الله. وانا بوعدك ان شاء الله لو خدتوا البطوله هنجيبكم هنا على القناه باذن الله ونحتفل بيكم هنا ان شاء الله ان شاء الله كالمعتاد يعني باذن الله. اخيرا قول لي بقى، شفت تابعت مباراه منتخب مصر الشباب امام موزمبيق وتعادل السلبي في اولى مباراه منتخب مصر؟ اه طبعا اتفرجت على الماتش طبعا، يعني هو الاداء ما كانش مرضي بالنسبه للجماهير. في بكره عندنا مباراه مع نيجيريا ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه حاسمه ان شاء الله باذن الله. بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان الاداء يكون افضل وان شاء الله باذن الله يكلل بالفوز باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه وتحقق كالمعتاد بطوله الجمهوريه 2007 ونحتفل بيك ان شاء الله. يا رب يا كابتن ربنا يخليك. متشكر يا كابتن، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. كده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيف الكابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2007، نتمنى له كل التوفيق هو وكل المدربين واللاعبين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وقبل ما اختم حلقتنا النهارده عايز اقول لجمهور النادي الاهلي في كل مكان وفي اسوان كمان، تحديدا اسوان النهارده كانت الصوره حلوه والصوره مضيئه والصوره مبهجه وكان في لقطات حلوه جدا، علشان كده عايز اقول لجمهور اسوان الف شكر، وايضا لجمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في اسوان الف شكر، وهي دي الصوره الحلوه والصوره المعبره لكره القدم. ويا رب دايما كل ملاعبنا وكل ماتشاتنا نشوفها بالشكل الحلو اللي احنا شفناه النهارده في اسوان. وبكرر شكري مره تانية لجمهور اسوان وجمهور النادي الاهلي وبقول لكم الف شكر. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، وان شاء الله نشوف حضراتكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال.